السلام عليكم، مرحبا بكم عند ام ساري. القناه ديالكم حتى نتوما. لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله تلقاكم بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. اليوم جيتكم بواحد لا فيديو خفيف ظريف، واحد لا فيديو ديفيرونس على لي فيديو اللي كنت نديرهم ديجا. حبيت نبدل هكا معكم شويه، حبيت ندير لكم هكا واحد النوعيه تاع روتينات منزليه، يعني روتين هكا في الدار، روتين يكون هكا ملخص وقصير. المهم كل يوم ندير لكم ان شاء الله على حسب، يعني على حسب القدره تاعي، على حسب الوقت، على حسب هذه. هذا ما كان. المهم ابقوا معنا. قبل ما نبداو في الروتين تاع نهار اليوم، ما ننسى الصلاه والسلام على الحبيب المصطفى، وما شاء الله وان شاء الله كامل الناس ربي سبحانه يرزقهم. والله حنا انا فرحانين، الحمد لله ربي سبحانه رزقنا وفرج علينا، فرحانين بزاف بزاف. كيما يقول لك دار الدنيا، اي واحد في الدنيا يحبها كتكون عنده دارو، دارو ليه مع وليداته وقعيتك. المهم ان شاء الله حنبداو الروتين تاع نهار اليوم. ما ننسى الصلاه والسلام على الحبيب المصطفى عليه الف صلاه سلام. وهذه هي، ابقى معنا من الاول للاخر هكا باش تشوفونا كام واش حنديروا بحوله. كما راكم تشوفوا مازال ما سقمتش، مازال ما نظمناش مليح، يعني حطينا خزانه هنايا ودرنا شي حوايج غير باش نديبانيو، خاطر مازال الخدامه عندي برا. دوك نحط بنتي وندير لكم تشوفوا عندي الخدامه، مازالهم برا، مازالهم يخدموا لي على برا، يعني مازال ما كملناش. راكم تعرفوا بنادم كيبدل من دار لدار يعني صعيب باش يستالي. كاين ثاني قش كان خاصني ثاني كان نجيبو فيه بشويه، علاش من كنت ساكنه كان عندي الضيق وقعيتك، يعني كانت حاجات بزاف كانوا خاصينا كما تعرفوا. هانا نحاولوا نجيبوا حاجه بحاجه. المهم في الدنيا ما كاش كيما البساطه، بنادم يقنع بالقليل وخلاص والحمد لله، يعني يجيبوا حاجه على قدنا والحاجات الضروريين. هذا ما كان، يعني الحمد لله، يعني دارنا بزاف بسيطه ومتواضعه، وراح نوريكم واش كاين. يعني هذا ما كان هنايا كما راكم تشوفوا على برا، مازالها يعني كما كانت، مازال عندي الدوزان برا كما راكم تشوفوا. راح ندير لكم الجهه اللي من هيك باش تشوفوا من هيك واش زدنا درنا ان شاء الله. هذوما اللي انفاس، هذوما الجيران ديالنا. هنا كما راكم تشوفوا الناس مازالها تخدم على برا. حبيت نصور لكم الناس بيان سور عمليك، ما نحبش يعني نصور الناس هكذا يعني بالوسمو. هنايا راح نبدل بنتي صغيره ونكمل معكم ان شاء الله. راكم تعرفوا الدراري يدي بالوقت. هنايا حطيت بنتي في الدوح، سكتها شويه، كتعرفوا الدراري ندير لها شويه الموسيقى يخليه يدوها شويه باش نقدر نخدم شغلي. المهم كملوا لا فيديو من الاول للاخر هكا باش تشوفوا كامل واش درنا ان شاء الله. حبيت نوريكم هاد لي ساشي تاع ليكو، شحال راكم بالمناسبه. شوفوا هادو ما يتباعوا باكيه ملاح بزاف، كي تنحو ليكوش بلا ما تحوسوا على ساشي باش ترموهم، لا ترموهم ديريكت في لابوبال حاشاكم على الريحه وقعيتك، يعني بزاف براتيك. الباكيه والله ما على بالي فيها 75 ولا شحال، ماشي غاليين وملاح بزاف. هكا ديروهم لداخل وتعقدوهم تكون يعني الحاله نقيه. يعني كي لقيت بنتي كما تعرفوا يكون بنادم عنده واحد شويه تاع الوقت، بروفيتي لوكازيون من قبل ما تنوض، خدم شويه شغل كما راكم تعرفوا كامل الأمهات والعائلات كيحطوا ولادهم في فراشهم، يعني يعرفوا بلي راحوا يرقدوا شويه، تلقاو الام ديما تخدم الشغل في شغلها، يعني لازم تخدمو بروفيتي لوكازيون، خاطر كي تنوض متخيلين ندير والو. نعرفوا الدراري يعني ديما الام اللي عندها التربيه ديما ديما شغلها روتار. نحب نخدم بهذا الشيء تاع طبخاتي، ما تخسرش لها لا ماتيير و ميم طون تنقي تنقي مليح. نقول لك لا يسمح لنا من والدين، وهذا ما كان صعيب باش الواحد يوفق بين الشغل تاع الدار وبين التربيه صعيبه. مع راكم تعرفوا الدراري الصغار يسهروا ديما والديهم في الليل، هاي واش نديروا. يقول لك الصبر مفتاح الفرج.
راني ندير ديك السرعه تاع ما امكن باش نقدر نكمل. راكو تعرفوا اللي عندهم دراري ديما شغلهم ديما نسيي نزرب مع الدار، يعني مازال ما كملناش فيها كلش، مي الحمد لله صافا ما مازالناش بزاف. ان شاء الله اللي ما عندوش ربي سبحانه ويرزقه ان شاء الله يا ربي. هذا مكان نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يعجبكم. هكا نحاول ندير لكم شي روتينات في الدار كل مره بشنو على حساب واش درنا ان شاء الله، نحاول نشارك ان شاء الله معكم. هذاك مكان يعني يقول لك النظافه من الايمان، الواحد يحاول ينقي ما امكن. لازم كي تكون دارو نقيه ما يكون عنده قش غير سامبل يكون مرتاح. نضرب لها غسله السنيوه، هي كانت نقيه بصح كيما تعرفوا كي تحطوا الحاجه من فوق فوق لينيمو يعني ديما الغبره وكعيتيك. نضرب لها التشليله باش هكا نديروا ان شاء الله خيوه مع بعضنا. نحاول نشارك معكم يعني واش قدرت. هذا مكان يعني كيما تعرفوا انا نحب نشارك الفيديو كيما يعني لا تصنع لا والو، كل حاجه يعني كيما هي نشاركها معكم. هذا مكان الانسان مليح كي يكون هكا متصالح مع نفسو ومتصالح مع الناس راح يتفرجوا فيه. هنا راح ندير قهيوه، انا ديما نحب نستعمل هاد السنيوات تاع البلاستيك في الدار يعني كل يوم، هما اللي يجوني بخاتيك. انا ديما نحب ندير شوكولاته مع القهوه يعني تعطيها نكهه شباب بزاف، ومن بعد السكر ما نديرش بزاف. هذه هي اسهل واسرع طريقه لعمل القهوه كي ما يكونش عندي الوقت ولا حاجه يعني بسرعه نديرها. ديروا نسكافيه وديروا السكر زيدوا لها الماء بهذه الطريقه راح تجي بنينه، جربوها برك هي سهله طريقه وبنينه بزاف. شاركت معكم روتين وما بتعطيتكم وصفه تاع القهوه سهله بزاف ان شاء الله تعجبكم، راح تجيكم بنينه غير جربوها. ولا كانت عندكم شيكولا غير زيدوا لها راح تجيكم هايله. حاجه باينه راح نزيد لها الحليب يعني كما تعرفوا قهوه تاع الصباح قهوه تاع العشيه لازم يكونوا. اوه واحد الريحه تشهي، هذه ريحه تاع الشوكولا كي تكون سبحان الله كي تكون شوكولا ريحتها شابه يعني الا درتو بها الحلوه تجي شابه، والا درتو هكا في قهوه حليب تجيكم هايله. شفتوا كيفاش عمرت الكاس حمرتو بزاف. انا مع هاد القهيوه هذه يعني الرائعه والرائحه الطيبه، ما نطولش عليكم بزاف هكذاك باش الناس كي يدخلوا يتفرجوا على الفيديو ما مشحيني منلو. يعني راح نقول لكم انا بسلامه ان شاء الله، راح نزيد ندير لكم تفاصيل واحد اخرين وفيديوهات يعني من نوع اخر يعني روتينات يكونوا شابين شابين بزاف وملاح بامتياز ان شاء الله يا ربي لا قدرنا ربي سبحانه. المهم انا يا استودعكم يعني دمتم في رعايه الله وحفظه ومع السلامه، ونتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم يكون نال الاعجاب تاعكم، ونتمنى نكون كنت خفيفه يعني معكم وعليكم. ودخلوا شوفوا لا فيديو نتمنى ان شاء الله تعجبكم، نتمنى ان شاء الله تدعموا لي فيديو ديالي باللايك وسبسكرايب وشاركوا لي فيديو هذا ما شاركوهم مع الاحباب والعائله تاعهم الفائده للجميع. ودمتم في رعايه الله وحفظه ومع السلامة.